لله الحمد لله. تحية ليك أستاذة جليلة، وتحية للإذاعة الوطنية، وتحية للناس مكناس والناس سطات. الله يوصل سلامك إن شاء الله للجميع، للمغاربة كاملين فيما كانوا داخل المغرب كامل، خاصة التحية عندي للناس ديال مكناس والناس ديال سطات، عندي تحية خاصة. تحية خاصة للمغرب كاملين بحال بحال. لا جليلة غادي نعطيك واحد طبق ديال الطاجين ديال اللحم بالدنجال ومطيشة معسلة. طاجين ديال اللحم بالدنجال ومطيشه، تفضلي. لا لا، عندنا كيلو ديال اللحم وبصله مشلطه، واحد الشنوف ديال الثومه، نعم، جوج دنجالات كبار، نعم، ونص كيلو ديال المطيشه. نص كيلو ديال المطيشه، 100 غرام ديال اللوز منقي ومقلي ومهرمش، خلاص هذا التزيين. 100 غرام ديال اللوز. بالنسبه للتوابل، عندي توابل الطاجين وتوابل التعسال ديال المطيشه. بالنسبه للتوابل ديال الطاجين، عندنا نص معلقه صغيره ديال الليزار، نعم، ونص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نعم، وواحد شويه ديال الزعفران حر، ثمن واحد القريصه في اليد كتكون هكا محكوكه، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، والملحه. خلاص كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والروميه، هذا واحد المعلقه صغيره ديال السمن. نعم. بالنسبه لتوابل التعسال المطيشه، عندنا نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه، وعندنا نص معلقه ديال البسيبيسه مطحونه، نص معلقه ديال البسيبيسه، وجوج معالق ديال العسل، ومعلقه ديال سنيده، جوج معالق ديال العسل ومعلقه ديال سكر سنيده، وجوج ديال معالق ديال الزبده ومعلقه ديال الماء زهر. هادو هما المقادير اللي كنعتني بهم مطيشه، ومعلقه ديال الماء زهر. بالنسبه للطريقه، عندنا ثلاثه ديال المراحل. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. نعاود غير المقادير باش السيدات كلهم يسجلوا معنا. نعم. قلتي لنا كيلو ديال اللحم، هذا الطاجين اللي غنحتاجو ديال الدنجال ومطيشه معسله. نعم. اللحم واش الكريل غنمي ولا على حسب اللي بغى؟ اللي بغى الانسان، كاين اللي كيبغي الغنمي يدير الغنمي، كاين اللي كيبغي الكري، ولكن هو من الاحسن الغنمي، كيطلق ديك الجيلاتين، كيجي شويه الطاجين معلك. صافي، قلتي لنا واحد كيلو ديال اللحم، تتفضلي انت الغنمي. عندنا واحد البصله مشلده، واحد دريس واحد ديال الثومه، جوج حبات نتاع الدنجال، واحد نص كيلو ديال مطيشه، 100 غرام ديال اللوز اللي كنديروه في الماء مغلي وكنقيوه ونقليوه ونهرمشوه شويه. بالنسبه للتوابل اللي غنحتاجو للطاجين ديالنا، عندنا شويه ديال البزار، شويه السكينجبير، الزعفران الحر، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال الملحه، واحد نص كاس ياك الزيت، نص كاس ديال الزيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، واحد معلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه للتوابل اللي غنحتاجو للمطيشه، نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال البسيبيسه مطحونه، جوج معالق ديال العسل، ومعلقه ديال السكر سنيده، وجوج معالق ديال الزبده، ومعلقه ديال الماء زهر. بالنسبه للزبده والماء زهر معالق كبار. نعم، معالق كبار. نعم. ناخذ الطريقه دابا. الطريقه كتكون كنوجدوا ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى كنصبوا ديك اللحيمه، كنديروها في الطنجره خلاص، وكنزيدوا عليها شويه الزيت وديك البصله مشلضه، وكنخليوها شي شويه كتقلى غير في ديك البصله والزويته، حتى كتشرب ديك البصيله والزويته، كتقلى مزيان، عاد كنضيفوا التوابل. ديك التوابل ديال اللحم اللي قلنا قبيل. نعم، ما عندناش الربيع، القزبر والمعدنوس ما كاينش في هذا الطاجين. لا، ما كاينش القزبر والمعدنوس. لا، تفضلي. ما عندناش الربيع، غير ديك العطريه اللي هذا. نعم، يعني كنديروا اللحم تيتقلى. الطاوة ديالها، كاين اللي كتشرب كاين اللي ما كتشربش. نعم. المهم كتخلي ديك الحيمة حتى كطيب. من حيث كطيب ديك الحيمة كتطفي عليها، كتخليها خلاص حتى كتقلى وكتعلك مزيان ديك الدغميرة. كتطفي عليها وكتقبطي ديك الدنجال، كدوزي للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي ديال الدنجال، كنقطو ديك الدنجال كنغسلوه، كنقطعوه دواور، كنشفوه في شي زويف إلا كان عندنا نقيقي، أولا داك البابي كويزين، حتى كيفرغ من داك الماء كامل باش ما يشربش لينا داك الزيت، كنمرمدوه في واحد شوية ديال الطحين وكنقليوه. نعم. من حيث كنقليوه كنرصوه فوق داك هذاك الورق اللي كيشرب الزيت،
وكنمروا للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه هي ديال التعسل ديال المطيشه. مطيشه خلاص كنغسلوها وكننقيوها وكنحيدوا لها ديك الزريعه ديالها وكنقطعوها طريفات. حيت كنقطعوها طريفات كنديروا واحد شويه ديال الزبده كتذوب فواحد الطنجره. نعم. كنزيدوا عليها ديك المطيشه اللي قطعنا طريفات والملحه والقرفه وما زهر والبسيبيسه ونخليهم فوق واحد العافيه قويه لمده 10 دقائق. في الاول كنديروا عليهم العافيه قويه لمده ديال 10 دقائق باش كيمشي لنا داك الماء ديال المطيشه. من بعد عاد كنقصوا من العافيه وكنخليوها كتنشف. كنوقفوها وكنبقاو نحركوا ساعه 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 حتى كتنشف ديك الماء اللي في مطيشه. عاد كنزيدوا دوك جوج ديال المعالق د العسل وديك السكر وكنخليو ديك مطيشه كتعسل مزيان. نعم. ملي كتعسل مزيان كناخذوا واحد جوج معالق من ديك لاصوص ديال اللحم. نعم. اللي طيبنا في المرحله الاولى كنزيدوها على ديك مطيشه باش كتاخذ ديك مطيشه اللذه ديال اللحم لان غادي نخضروها. نعم. باللحم. نعم. يعني ملي كتنشف مطيشه كنضيفوا لها واحد جوج معالق ديال المرقه ديالنا اللي طيبناها. المرقه ديال اللحم. اذا كيبقاو عندنا المراحل الثلاثه وجدوا حيت كنقبطوا داك اللحم كنديروا واحد الاناء اللي واحد المول اللي غادي يدخل الفران. كنهزوا ديك اللحيمه كنرصوها فوق داك المول. هذا المول اللي غادي ندخلوه للفران راه هو اللي غادي نحطوه هو اللي غنقدموا فيه. يعني النساء تنصحهم يختاروا شي مول يكون زوين اللي غنزلوه في البابا نغرفوا شي حاجه اخرى. نعم. غادي نقبطوا ديك اللحيمه غادي نرصوها فوق داك المول. غادي نقبطوا كل داك الدويورات ديال الدنجال غادي نرصوهم فوق داك اللحم ونقبطوا ديك مطيشه المعسله ونديروا كل واحد معلقه كبيره ثمان معلقه كبيره فوق ديك الدنجاله وكنديروا ديك مطيشه على ديك الدوره ديال الدنجاله. يعني كنخليو الوسط قوي. نعم. فوق منها غتجي الدنيجيله وفوق منها مطيشه مدوره. نعم. بحال جوج طبقات. وكنديروا ديك اللوز اللي هرمشنا وسلقنا وقلينا وهرمشناه محمر كنذوقوا فوق منه ديك مطيشه. من حيت كنساليو داك الترصاف ديال المطيشه وديال الدنجال كنخشيو هذاك المول ديالنا في الفرن واحد المده ديال 10 دقائق علين ما كتهبط ديك لاصوص ديال مطيشه في داك الدنجال يشرب مطيشه تشرب الدنجال واللحيمه حتى هي كتسقم ديك العصاره ديال الدنجال وديال المطيشه. نعم. واحد 10 دقائق صافي كيكون داك الطاجين تمجوط مع بعضياته صافي وكنقدموه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. الله يخليك مريم على هذا الطبق هذا ديال هذا الصباح. كنتمنوا لك يوم سعيد تبقي على خير. تحيه ليك والناس ديال السطات الناس مكناس والمغاربه في مكان. مع السلامه مريم. الله يهنيك. شكرا مستمعينا دقائق قليله ونتابع اخر المستجدات الاخبار.